السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا إخوان أينما أنتم أينما كنتم. أهم شيء تكون تحبوا طائر الحسود. اليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن خلطة البذور اللي بستخدمها داخل السلاكة بناء على طلب أخونا عبد السلام الدرناوي، زي ما هو ظهر أمامكم في التعليق. طلب مني أن أعمل فيديو عن الخلطة اللي بستخدمها داخل السلاكة، طبعا خلطة البذور. طبعا الخلطة اللي بستخدمها يا إخوان، بداية خلينا أورجيكم الكيس تبعها. هذا كيس فارغ عندي اللي هي اسمها البوديفان 100، فيه 97 وفي 100. أنا بستخدم البوديفان 100، شايفين يا إخوان هذا الكيس تبعها. وخلينا وياكم نروح على إيش الخلطة، شو مكونات الخلطة. طبعا خلطة البذور هذه، خلينا نقرب لكم عليكم بشكل واضح، فيها حبوب النيجر السوداء يا إخوان، وفيها هذا مكونات اكثر، يعني اكثر شيء مكونات هي حبوب النيجر، والشغله الثانيه هي الحبوب البريلا. خلينا اطلع لكم حبه بريلا للي بيعرفهاش. طبعا من افيد الاشياء للحسون اللي هي حبوب البريلا. هي الثنتين البيض هذول يا اخوان، هذول حبوب البريلا، وهي النيجر. هاي النيجر، استنوا يا اخواني معي، خلي تحملوني شويه. هاي بذور النيجر السوداء، هذه اسمها بذور النيجر، هي بذرة واحدة منها. وكمان يا اخوان المكون الثالث لها اللي هو بذور دوار الشمس. طبعا هذه البذور طلعوا يا اخوان، هي هذه بذور صغيرة بحيث ان الحسون بيستطيع كسرها، مش بذور كبيرة. هذه افضل بذور دوار شمس الحسون، اللي هي هذه المغلفة الصغيرة، وبتكون ايش طلع، شايفين يا اخوان صغيرة بتكون، والحسون بيقدر يكسرها ويأكلها عادي. هذا بذور دوار الشمس. طبعا اكثر ثلاث مكونات اللي هن النيجر وبذور دوار الشمس والخلط، والشيء الثالث اللي هو البريلا اللي ورجيتكم اياها، هذول اكثر شيء موجوده داخل الخلطه. الان في كمان اللي هو حبوب القنبز، هي اورجيك حبوب القنبز، اطلع لكم حبه. هي يا اخوان بذور القنبز، شايفينها هذول اربع حبات. طبعا هذا نيجر، هذا السوداء، هذه بذور القنبز احنا بنقولوا لها. هذه مفيده جدا للحسون، طبعا فيها كميه اقل، يعني مش كثير موجوده داخل الخلطه، شايفين مش كثير موجوده داخل الخلطه، الا انا موجود منها، يعني نسبه ليست كثيره لكن موجود. هي موجود يعني هو اكثر، قلت اكثر ثلاث اشياء اللي هو النيجر وبذور الدوار الشمس وبذور البريلا. طبعا في عندك كمان مكون اللي هو بذور الشوك، لكن هذه داخل الخلطة اللي هي بذور الشوك. هذه يا اخوان اعطيكم حبة منها، ارجيكم تحملوني شوية. هاي بذور الشوك، لكن للأسف الحسون ما بقدر يأكلها ويكسرها، لأنها بذور صلبة كثير ما بقدر يأكلها. طبعا في شغلة ثالثة اللي هو بذور اليانسون كمان يا اخوان، بس الحسون ما بكلها. هذا اللي حاطينها داخل الخلطة بس حتى تعطي ريحة، انت بتشم ريحة الخلطة، بتشم ريحة يعني عن جد ريحة حلوة، اللي هي بذور اليانسون، حتى يعطي ايش رائحة، وتطرد الفاش وتطرد العث من داخل، او اي شيء من داخل ايش، من داخل البذور. يعني ريحتها يوم تشمها عن جد ريحة حلوة، وحتى انت يعني عن جد تعطيك ريحة حلوة. طبعا بالنسبة للأسعار، خلنا اعطيكم شغلة تريك في الأسعار. انا يوم بدي اشتري الخلطه من عند محلات العصافير، ممكن اشتريها هذه الخلطه، هذه اللي هي بديفانية، اشتريها ب 35، او يعني خلينا نحكي بالدولار، اشتريها ب 9 دولار تقريبا، 9 دولار. بينما اني انا اشتري كيس كامل، شايفين كيس كامل مثل هيك، بشتري بيطلع علي الكيلو تقريبا 7 دولار، اقل يعني اقل من او اقل من 7 دولار. فيا اخوان انتم في الاسعار دائما اتجهوا انكم تشتروا اكياس وتطلعوا على التاريخ، يكون التاريخ اقل شيء ايش سنه، يعني ما يكون ما تشتروا تاريخ قريب، يعني يكون لشهر شهرين، خصوصا بيبقى عندك كميه قليله من الحسون. فالافضل يا اخوان انه يشتري كيس يكون له يعني تاريخ طويل، حتى انه يحفظ عنده، سواء عنده كميه قليله او كميه قليله، انت بتوفر في السعر. يعني انت الدولارين هذول في الكيلو بتوفرهن حالك، يوم يكون عندك 15 كيلو تشتريهن انت، في دولارين تقريبا وفرتهن، بتوفر 30 دولار، وهذا انت لمصلحتك وافضل لك من ناحيه ماديه. طبعا كان الحفظ اهم شيء يا اخوان، تحفظوا يعني يكون عندك كيس تحفظه، تسكره بعد ما تطول منه شويه الاكل بدك اياه. انا عندي برميل هنا، وعندي كيس، طبعا في عندي كيس ثاني غير هذا موجود، حاطه عازله رافع على كلكل زي هذا، هذا كلكل يا اخوان شايفينه، حاط على رافع على الارض، طبعا في مخزن ومسكر عليه، مسكر ما بدخل جوا شيء. بكون ما بيعتاز بجيب جوا البرميل هذا، بحط داخل البرميل
يعني تقريبا بعبي البرميل وبغطيه، ما بخليه فاتح حتى ايش ما يتعرض لاي عوامل بيئيه، بقى ايش مغطي بغطي. يوم بدي اطول للاكل للحسون بحطه وبطعمه منه. طبعا في كمان شغله واحده اوضحها، طبعا بقدم يا اخوان كمان لطيور اللي هي القرطم او العصفر، طبعا بحطه ايش في معلف لوحده، ما بحطه مع البذور، ما بحطه مع البذور لان هذا فيه زيوت كثيره وباثر على ايش على البذور، فبحطه في معلف لحاله. هذول هن الخلطات الاساسيه اللي على مدار السنه بقدمها لحسوني داخل السلاكه. هذا فيديو اليوم يا اخوان بناء على طلب اخونا عبد السلام الدرناوي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.